السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله عز وجل سنبدأ دورة جديدة فريدة نوعية، لعلها الأولى بإذن الله، بعنوان الدورة التمهيدية في مهارات اللغة القانونية. دورة تمهيدية، إذن هي قرص متكامل من المعارف والخبرات والمهارات في مهارات اللغة القانونية. أهداف هذه الدورة على النحو التالي: نريد من هذه الدورة أن نحقق ما يلي من الأهداف الخمسة التالية. الهدف الأول: الصلح مع اللغة العربية ولغة القانون، نعقد صلح أو تصالح، ونحن نعرف الفرق بين الصلح والتصالح، بين الخلع والتخالع. الصلح هذا توافقي، تدفع لمن تصطلح معه أم لا، أما التصالح هو قانوني بنص القانون، فالمجني عليه أو الطرف الآخر ليس طرفا في الصلح، وفيه دفع حتما، صلح تصالح. وإن كان الصلح مع التصالح يتفقان في الأثر القانوني، وطبعا هناك الصلح الجنائي وهذا هو المقصود هنا، ارجعوا إلى ذلك. إذن من أهدافنا الصلح مع اللغة العربية ولغة القانون، نريد أن نذيب هذا الجدار السميك، هذا السد العميق، تلك الفجوة التي بيننا وبين اللغة عموما ولغة القانون خصوصا، نريد أن نذيبها، وبإذن الله سنحقق هذا الهدف. الهدف الثاني لهذه الدورة بإذن الله: كيف نبدأ؟ نبدأ إزاي؟ نبدأ منين؟ هو منين بيودي على فين؟ بإذن الله سنخبركم بذلك، وسنخبركم بمكتبة القانوني، مكتبة صغيرة ظريفة لا شيء فيها ولا شيء عليها، ينبغي ألا يخلو منها مكتب قانوني مطلقا أيا كان. مكتبة لغوية بإذن الله ستهدينا إلى صراط لغة القانون وإلى صراط اللغة العربية الفصيحة الصحيحة الصريحة. وهذه الدورة أيضاً نتوخى منها الهدف الثالث، وهو من أين أبدأ؟ عقدنا الصلح مع لغة القانون ومع اللغة العربية الفصحى، أحضرنا المكتبة القانونية وعرفنا كيف نبدأ. طيب من أين نبدأ؟ أي الأبواب وأي المشارب وأي السياقات وأي المهارات وأي العبارات والمفردات أبدأ بها وأنهل منها وأنطلق عنها؟ من أين أبدأ؟ معا بإذن الله تعالى سنضع نسقا ونظاما وطرزا وأسسا نبدأ منها. أهم المهارات، أهم الخبرات التي تلزمك، التي تحتاجها. ما أكثر المهارات، ما أكثر الخبرات، ولكن من أين أبدأ؟ أهم شيء البداية. إذا حسن البدء حسن الختام، وكما يدين الفتى يدان، هكذا قالوا. سنعرف بإذن الله من أين نبدأ، أي المهارات اللازمة، أي المهارات الواجبة، أي المهارات التي ينبني غيرها عليها. لا تأتي بالحشو ولا بالهش فتضعه مكان الأصل والأساس، شتان ما بين من بنى على أساس وما بنى على هش وعلى غش وعلى شفا جدار هار فانهار به إلى حضيض الجهل وإلى لوثة العجمة وإلى منحدر العامية التي لا تليق بقانوني في ساحات وباحات المحاكم والنيابات. ثم إذا اصطلحنا مع اللغة وعرفنا كيف نبدأ من خلال مكتبتنا القانونية اللغوية الصغيرة التي بإذن الله لن تكلفنا شيء، وعرفنا من أين نبدأ المهارات والمفاصل والمراكز اللغوية الرئيسة التي تلزمنا كأهم والتي عليها يبنى غيرها، سننطلق بإذن الله إلى الإجابة عن سؤال: كيف أطبق؟ أن لي أن آخذ هذه المهارات وتلك الخبرات وهذه المصفوفات وتلك النسقيات المهارية واللغوية والمعرفية والوجدانية فأطبقها لتكن ماثلة حاضرة في مخاطبات القانونية، في مرافعاتي، في كتاباتي، في مذكراتي، في صياغة دفوعي وطلباتي. بإذن الله سنرى ذلك. والتطبيق أهم شيء، لا يغني ما سبق شيئا إن لم تطبق. هيهات هيهات أن تبلغ مجدا أو أن تدفع جهلا عنك من خلال أن تكنز الكتب كنزا وتجمع المحاضرات جمعا وأن تلملم ما تشاء من شتات لغوي ومعرفي ومهاري دون أن تطبق. التطبيق هو العلم الحقيقي. بإذن الله سنرى كيف نطبق، ونرى نماذج ومثلا تطبيقية ننحو نحوها ونحذو حذوها على ما سيأتي تفصيلا.
أما عن الهدف الخامس والأخير من هذه الدورة، الدورة التمهيدية في مهارات اللغة القانونية، فهو كيف أتذكر. جمعنا مراجعنا وعقدنا صلحنا وعرفنا من أين نبدأ وعرفنا المهارات، ثم طبقنا. ماذا لو نسينا؟ ماذا لو انفرط عقدنا؟ كيف نتذكر؟ يعني نريد دليلاً، نريد كتيباً، نريد شيئاً إرشادياً، كلما نظرنا إليه تذكرنا هذه المصفوفة وتلك المنظومة، فننطلق في التطبيق وفي تحقيق تلك المعارف إلى واقع ملموس مشهود. كيف نتذكر؟ بإذن الله. وهذه هي جوهرة هذه الدورة، 50 قاعدة في كل علوم وفنون اللغة تغنيك عن التفاصيل التفاصيل في هذه المرحلة التمهيدية. في كل مستوى وفي كل علم من علوم اللغة لنا 10 قواعد رئيسة مركزية، بإذن الله معها لن تنسى شيء مما سبق، وخاصة في المرحلة التمهيدية. هذا ما نعدكم به، سترون أثر ذلك في نهاية الدورة، ولكن عدني أن ترى كل حلقاتها وهي معدودة، لن تزيد عن 10 حلقات. كن معنا، دم في معيتنا، تنبه وانتبه واستنبه، ارفد واسترفد، فد واستفد من هذه المهارات ومن تلك الخبرات المودعة في الدورة التمهيدية في مهارات اللغة القانونية.